ومشاهدينا ننتقل إلى موضوع آخر بحلقتنا لليوم. فجرت دراسة حديثة خبرا سارا خصوصا لأولئك الذين يكرهون ممارسة التمارين الرياضية مثلي طبعا، أو على الأقل الذين لا يمتلكون الوقت الكافي لها عبر ابتلاع أقراص تعطي نتيجة مشابهة فيما يخص نمو العضلات وتحسين الأداء البدني. نعم يا قلزات أعرف يا شاهي. فبعد عقود من العمل طور العلماء في جامعة واشنطن مركبا ينشط البروتينات المختصة المعروفة باسم المستقبلات المرتبطة بالأستروجين التي يتم تحفيزها عن طريق التمارين الرياضية. ولكن بنفس الوقت ذكر العلماء أنه مو الكل رح يقدر يأخذ هذه الكبسولة أو الحبة. تفاصيل أكثر عن هذا المركب بالتقرير التالي. فجرت دراسة حديثة خبراً ساراً خصوصاً لهؤلاء الذين يكرهون ممارسة التمارين الرياضية، أو على الأقل الذين لا يمتلكون الوقت الكافي عبر ابتلاع أقراص تعطي نتيجة مشابهة فيما يخص نمو العضلات وتحسين الأداء البدني. ويمكن للدواء المبتكر أن يحاكي التعزيز البدني للتمارين الرياضية، وربما يعالج حالات السمنة وضمور العضلات، ويمكنه أيضا تجنب الحالات المرتبطة بالتقدم بالعمر مثل الخرف وفشل القلب وتدهور وظائف الكلى وفقا لما نشرته ديل ميل البريطانية. وبعد عقود من العمل طور العلماء في جامعة واشنطن مركبا يسمى SLUPP332 الذي ينشط البروتينات المتخصصة والمعروفة باسم المستقبلات المرتبطة بالإستروجين ERR، والتي يتم تحفيزها عن طريق التمارين الرياضية. وقال البروفيسور بهاء الجندي أستاذ التخدير بجامعة واشنطن والباحث الرئيسي للمشروع: يعلم الجميع أن التمارين الرياضية مفيدة للغاية للجسم والعقل، ولكن لا يستطيع الجميع ممارسة الرياضة. ويمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية عن طريق تناول أقراص مفيدة لتقليد أو تعزيز التأثيرات بالنسبة للأشخاص المتقدمين في السن، أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة، أو الذين يواجهون فقدان العضلات بسبب أدوية أخرى. كما أضاف: قد يؤدي هذا النهج العلاجي إلى تطوير علاجات لبعض الأمراض الأكثر صعوبة التي نواجهها في الوقت الحاضر، مثل الأمراض التنكسية العصبية وفشل القلب. ويمكن للدواء الذي يحاكي تأثيرات التمارين الرياضية أن يعالج ضمور العضلات وضعفها الذي يمكن أن يحدث لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن أو المصابين بالسرطان، ويمكن أن تؤدي بعض الحالات الوراثية أيضا إلى عدم قدرة الأشخاص على القيام بالنشاط البدني.